اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، احد اهم نجوم نادي اسوان واحد اهم ابناء النادي الاهلي الحقيقه، النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمور؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه حبيبي يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. وحشني. وانت كمان جدا. انا لابس تيشيرت مخصوص عشانك النهارده. ده شرف ليا يا كابتن. عشانك النهارده قالوا لي عمرو، قلت لهم لا عمرو البس اللي هو عايزه. شرف ليا يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. كله كويس زي الفل. قبل ما نتكلم مع عمرو خلينا نطلع نشوف مشوار عمرو الحلواني منذ البدايه وحتى الان. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عمرو. يعني الحقيقه مشوار حافل و 35 سنه ولا 36 سنه الحقيقه، واداء رائع لغايه اللحظه الاخيره، يعني او مش اللحظه الاخيره، انت لسه قدامك العمر بسم الله ما شاء الله زي ما انت من ما بدات لغايه دلوقتي. عمرو لعب في كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي، ولعب خد بطوله السوبر الافريقي مع النادي الاهلي، ماتش الجيش الملكي يعني اتذكر بتاع كابتن نصر حضر اللي صد فيه ضربه الجزاء ده. كنت انا موجود وكنت موجود في الكاس بتاع كابتن وائل جمعه اللي لعب كره بدماغه مع قدام انبي وكاس عالم الانديه اول مره خالص، كنت موجود وخدنا الدوري ساعتها. السنه دي خدنا فيها دوري برضو. يعني حضرت معاكم يا كابتن اسلام ثلاث سنين. بس انا نفسي تقول لي الحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي في بره الهوا، يعني انت كنت بتقول لي كلمه حلوه قوي، تقول لي انا ما عنديش مشكله دلوقتي حالا امضي للنادي الاهلي ولو ببلاش، الانتماءات اتغيرت. والله بص يا كابتن، النادي الوحيد اللي في العالم من وجهه نظر الشخصيه هو النادي الاهلي. انا بعشق النادي الاهلي. في فرق بين لعبت في النادي الاهلي سنين وفرق بين انت متربي في النادي الاهلي. انا متربي في النادي الاهلي، انا رحت النادي الاهلي كابتن سامر عندي 10 سنين. ياه 10 سنين يعني النادي الاهلي دخلني، كنت رايح وانا عندي خمسه، وانا في خمسه ابتدائي. النادي الاهلي حول لي مدرستي وانا في اولى ابتدائي واولى اعدادي، فمن اولى اعدادي ودخلني ثانوي وكليه، وقعدت 10 سنين في النادي الاهلي قبل ما احترف في اليونان. فالنادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا. فده مش كلام، انا بصراحه بقول بجد، يعني النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي انا امضي بلاش وامشي، وماليش دعوه باللي جنبي بياخد كام. يعني اللي جنبي بياخد ملايين ماليش دعوه، انا بحب النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي من صغري يعني. فده بصراحه دي حقيقه، مش 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 مجامله ولا اي حاجه. النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اسلام، اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي يعني. بس ليه دلوقتي بتقول ان الانتماءات ما بقتش زي الاول؟ الماديات دلوقتي يا كابتن اسلام بقت شغل الشاغل عند الناس. يعني دلوقتي هتديني كام الاول؟ النادي عن النادي هتديني كام الاول؟ ما بقاش حد زي زمان يقول لك انا بحب النادي ده وبعد كده اتعب واشقى وبعد كده اخد اللي انا عايزه. يا كابتن اسلام انا فاكر لما كنتوا انتوا موجودين كلكم، كابتن ابو تريكه وحضرتك وكابتن بركات، كان كل هدفكم، انا كنت صغير ساعتها وقاعد معاكم في الاجتماعات، كان كل هدفكم احنا ناخد بطولات وبعد كده ندور على الفلوس. الفلوس هتيجي هتيجي. والله العظيم يا كابتن انا حضرت موقف واحنا صغيرين في الكاس، كابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه وكابتن نادي خشبه ونادي ما عايزين ناخد الكاس عشان نشرح الناس وبعد كده نبدا نتكلم في المكافاه. ما حدش بيتكلم في المكافاه غير بعد ما بتكسبوا البطوله يعني. أيوه. دلوقتي الناس العكس، هتاخد كام وبعد كده هلعب فين والجو ده. فبس يعني. ولكن برضو مع التطور ما تفكرش ان انا طبعا معاك في كل الكلام اللي انت بتقوله، لكن ما بتفكرش ان احنا يعني برضو ما هو الامور اتغيرت والدنيا اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، ولكن يظل انطباع عمرو الحلواني للنادي الاهلي. كابتن تيشيرت النادي الاهلي كبير. انا اصلا لو يعني اي حد بيلعب في النادي الاهلي ده لوحده فلوس. يعني انا شايف كده، ده لوحده فلوس، ده لوحده شهره. يعني الكلمه دي حقيقيه يا عمرو؟ والله العظيم حقيقيه. لا مش قصدي منك، لكن انت اصل الكلمه دي سمعتها من لاعبين كثر يعني طبعاً. وفي لعيبه ثانيه ما خدتش بالكلمه دي. لا 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 حقيقه والله العظيم. النادي الاهلي كبير قوي. ايه الفرق طيب؟ تيشيرت النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن. يعني ما تلعب في النادي الاهلي وتجيب بطولات، لا انت في حته ثانيه. انت بتلعب في احسن نادي في افريقيا، بتلعب في بلد كل معظم الناس كلها اهلاويه بنسبه 80 90% اهلاويين، فانت بتحس انت ماشي في البلد. لا انت كبير، انت حاجه كبيره قوي في البلد. انت لعيب كبير، ما بالك بقى لما بتلعب في النادي ده جوه وكيان، يعني انت مسؤول عن كيان جوه النادي. دي حاجه كبيره قوي يا كابتن. يعني انا وانا صغير كنت حضرتها في الناشئين او 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 اما رحت المنتخبات، حتى في المنتخبات لما بتروح وانت بتلعب في النادي الاهلي، لا انت ليك كيان. الناس بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص. الناس في الشارع بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص يعني. وانا صغير وانا في المدرسه ولا في الكليه كان يجي يقول لك عمرو حاني لاعب النادي الاهلي. ما يعني فاهم، ده لاعب النادي الاهلي، ده بيلعب في النادي الاهلي. فهتلاقي المعامله اتغيرت تماما من واحد عادي غير انت بتلعب في النادي الاهلي، غير اي نادي تاني. فاهم قصدي؟ فالنادي الاهلي انا شايف اللي هو يعني كبير قوي قوي قوي. بوابات اصلا، ده دخلت بوابه النادي الاهلي دي كبيره قوي. عمرو برضو مهم جدا ان برضو ايه الفرق؟ يعني النادي الاهلي ليه مختلف؟ النادي الاهلي بيربيك على المكسب، بيربيك على الاحترام، بيربيك على الادب، بيربيك اللي انت لعيب بروفيشنال، تحترم مدربك، تحترم الناس الموجوده، تحترم الكبير زي الصغير، زي اوروبا بالظبط. انا لما رحت اليونان برضو كان نفس السيستم. انا لما رحت اليونان يا كابتن اسلام ما تعبتش، يعني قعدت اربع سنين ما تعبتش. انا اصلا اوريدي عايش من السيستم من صغري. يعني ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها مشكله في النادي. ما فيش مثلا اتكلم مع مدرب وحش، ما فيش مشكله مثلا اتكلم مع لعيب ويحصل مشكله في التمرين، مستحيل.
ومفيش حاجه مثلا انا عايز حاجه ما ينفعش اعدي حدودي في 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 سيستم محطوط. يعني وانا صغير ما ينفعش اروح لمدير القطاع الناشئين مره واحده، ما ينفعش. لازم مدير فني احكي مدير فني، مدير فني يحكي لمدير قطاع الناشئين. هي كده، ده سيستم محطوط ما حدش بيعديه. ففي كان في سيستم انا متربى عليه، فهو بيربيك على حاجات معينه. مفيش حاجه اسمها خساره، مفيش حاجه اسمها تعادل في في النادي الاهلي. طول الوقت مكسب، طول الوقت بطوله، طول الوقت انت راسم في دماغك ان انت هتاخد بطوله، طول الوقت في غيره على ان انت تاخد بطوله، في غيره ان انت تاخد 3 بونت. وانا صغير يعني في البطولات يعني، لا النادي الاهلي بيعلمك حاجات كتير قوي قوي قوي. الحقيقه كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. انت اللي انت برضو كنت بتقول لي ان انت عايش باسم النادي الاهلي لغايه دلوقتي. طبعا طبعا والله. يعني وانا صغير او بمشي في اي حته حاليا، عمرو حلاني ابن نادي الاهلي، عمرو حلاني لعب في ناشئين نادي الاهلي، عمرو حلاني خد بطولات نادي الاهلي لغايه دلوقتي، لغايه ما بمشي في الشارع. يعني اي حد اهلاوي يجي يعرف ان انت تنقلت في انديه كتير. بس انت متربي فين؟ انت متربي فين؟ والناس اللي الناس الجمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي وبيحب ولاده، فكتير جدا وانا ماشي في الشارع بيعرفوا ان انا عمرو حلاني، يقول لك ده ابننا، ده ابن النادي الاهلي. وانا ببقى سعيد جدا اقول لهم طبعا انا يعني ده شرف ليا ان انا بكون واحد من ضمن الناس دي كتير اللي بيتقال عليا ان انا لعبت في النادي الاهلي. يعني فبتحصل معايا كتير. يعني بتبقى احساسك ايه وانت بتلعب ضد بقى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. انا موقف انا حكيته مره، كنا بنلعب قدام النادي الاهلي وانا في انبي، وكنا خسرين 2-0، النادي الاهلي كسبنا 2-0 وجبنا 2-1، وكان في اخر جون تقريبا خسرنا 2-1، وكنت انا غيران على الفرقه بتاعتي، عايز اكسب عايز اكسب. والله العظيم يا كابتن سالم بعد الماتش جمهور النادي الاهلي سقف لنا بعد الماتش، وسقف لي انا شخصيا. مش مثلا ما قاليش لفظ، قال لي انت ابن النادي، هو ده اتعب وشقى. هو النادي يعني علمنا على كده، زي المدربين النادي الاهلي بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي، ماشي اوكي انت بتحب النادي الاهلي بس انت عايز تكسب طبعا شغل. بس انا جوه، انا بقى بره الكوره انا بعشق النادي الاهلي، جوه ده شغلي النادي الاهلي. يعني ربنا على كده، واللي هو لازم تتعب ولازم تعمل شغلك 100% وبعد كده نتيجه على ربنا. بس عايز برضو اسالك على سر الشورت اللي انت بترفعه على طول. انا عارف ان انت بس، لكن عايز اعرف هو ليه دايما عمرو الحلواني ده من هو صغير يا شباب؟ يعني عارفين يا شباب ده من هو صغير عمرو هو كده، مش مثلا بيخترع الموضوع اليومين دول، لا هو صغير هو كده. هي الناس في الاول كانت فاكراها منظره. بالظبط، مش منظره. يعني حضرتك قلت طول عمري وانا صغير في الناشئين انا متعود. ايه هي ايه هي يعني بتاخد من تركيزي. يعني هي تعود، يعني بتاخد من تركيزي كتير جدا. انا لو ما عملتش الحركه دي يا كابتن اسلام تحس ان انا مش مركز في الماتش. يعني ممكن فعلا والله العظيم يعني تحس ان انا مركز في الشورت اكتر مركز في الماتش. والله العظيم والله حياه ربنا. بس انا جربت. يعني انا جربت في تمرين وجربت، ناس كتير جدا قالت الحركه دي، فانا جربتها ان انا ما اعملش الحركه دي. بس بلاقي نفسي انا مش مركز، بلاقي نفسي لا انا مركز طول الوقت في حركه الشورت. لما لو عملتها كده تفتكر اول مره عملتها ازاي ولا ليه ولا انا صغير؟ وانا كنت انا صغير يعني وانا صغير عملتها تقريبا، عشان كنت يعني كابتن مجدي طلبه تقريبا وانا صغير كان بيعملها برده. انت كنت تحب كابتن مجدي جدا يعني، وكان مدربي برده وانا عندي 17 سنه ومدرب. كان لعيب كبير برده، بس هي حركه لا اراديه والله. يعني انا لعب في اليونان زيك برده كابتن مجدي. هو كان يعني كابتن مجدي برده من المدربين الكبيره وكان لعيب كبير يعني. فكنت على طول بتعمل كده حركه لا اراديه حتى في التمرين. يعني حتى الناس اللعيبه حتى في التمرين ما بلبس شورت ولا حاجه برضه نفس الحركه. فهي مش ولا منظره ولا اي حاجه خالص، هي بتاخد من تركيزي بس. مش ايه حكايه الولد الصغير اللي انت شلته بس؟ الولد ده كنا في اسوان. وولد ده عنده السكر، والده متوفي. فجاء قبل الماتش ساب كل اللعيبه والله كابتن اسلام. جه قال لي كابتن كنت بتلعبوا لاعب غزل المحل. غزل المحل فين؟ قال لي في اسوان. فجاء قال لي كابتن لو جبت جون هتجيلي. قلت له والله العظيم اجي لك. قال لي يعني هتكبر بخاطري بنفس اللفظ كده. قال لك ايه؟ هتكبر بخاطره تجي لي. هو فاكر ان انا يعني بقول كلمه وخلاص، لو انا هجي لك وخلاص يعني. والله العظيم اجي لك. وانا بقرا الفاتحه هننزل ماتش، والله العظيم يا كابتن اسلام قلت يا رب نفسي اجيب جون عشان خاطر الولد ده. حتى لو انا جبت الجون وانا بجري تلاقيني بقول الولد فين الولد فين. يعني كان كل هدفي اسلم على الولد يعني. فلقيته جاي لي تكبر بخاطره زي ما اتفقت معاه، زي ما قال لي بالظبط. زي ما قال لي بالظبط. وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى كرمني في الجون ده عشان خاطر الولد عمر. فوفقت يعني عملتها. حتى بعد الماتش كان الحكم مش عارف كابتن محمد شناوي تقريبا قال الولد ازاي يخش ومش عارف ايه. انا ما اعرفش الحاجات دي كلها. فالولد لقيته بيكلمني، عملت عليه قصص اصلا الموضوع. جاب تليفوني وكلمني هو ووالدته تقريبا او خاله. فما تزعلش يا كابتن، تقول ما تزعلش ايه، لو موجود الماتش الجاي وجبت جون هعملها تاني واروح اكبر بخاطرك واشيلك برضه، مفيش مشكله خالص طبعا. كانت حاجه جميله جدا. الا جبر الخواطر كابتن اسلام. عندي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ايه اللي حصل بقى مع اسوان السنه دي؟ يعني اسوان الحقيقه بالنسبه لنا
على الرغم من كان له نتائج جيده جدا طول جداً الموسم، لكن ما تفهمش ايه اللي حصل فيه. بص يا كابتن، هو السنه دي يعني فرقه اسوان برضو الامكانيات الماديه برضو ضعيفه طبعا، الكواليتي بتاع النادي نفسه ضعيف، بس هم اشتغلوا على قد الامكانيات، جابوا لعيبه. طبعا كان معانا كابتن سامي شيشيني في الاول خالص، ثلاث ماتشات وقال لك لعب خمس ماتشات. لا انا اقصد الاول ثلاث ماتشات كان كسبان، فقال لك ده هيتصدر. بالظبط، كسبنا ام بي وكسبنا الجيش، عملنا حاجه في الدوري المصري حاجه مميزه. بعد كده خسرنا ثلاث ماتشات بعديها، بعد كده كابتن سامي مشي، جه كابتن علاء. بصراحه كابتن علاء برضو عمل شويه ماتشات حلوين جدا، وكسبنا فرق كبيره، كسبنا الاتحاد، تعادلت كتير برضو المقاولين، وكسبنا المصري في الكاس، وتعادلنا مع المصري في الدوري، عملنا ماتشات هايله وتعادلنا مع فرق كتيره. بس برضو جه في الدور الثاني حصل بقى زبزبه في الدور الثاني، وخسرنا كام ماتش ورا بعض. برضو المجلس الاداره اقال كابتن علاء، جه بقى كابتن احمد بيبو اللي هو مسؤول مساعد لكابتن علاء، كان ناقص سبع ماتشات، فهم شافوا اللي هو سبع ماتشات ده هو الوحيد اللي هو ادرى بيهم، عشان هو عارف التفاصيل الصغيره بتاع الفرقه، عارف مين اللي موجود، مين اللعيبه الفت، مين اللعيبه اللي مش موجوده. فحصل سوء توفيق، ويعني انا شايف اللي كان فيه سوء توفيق، بس انا شايف ان اللعيبه كلها والله عملت اللي عليها، بس ما فيش توفيق. طيب توفيق. بتستعدوا ازاي انت لسه موسم بالنسبه لك ما انتهاش، لانه انت عندك مباراه في قبل النهائي كاس مصر غالبا يوم 2 اكتوبر. 2 اكتوبر النهارده قالوا 2 اكتوبر. نادي اسوان بيستعد ازاي لهذه المباراه؟ على الرغم ان نادي اسوان دلوقتي بيتمرن في القاهره، عاملين معسكر في القاهره، فانا مش عارف هبقى موجود يعني لغايه وقت الماتش ولا لا. انا دلوقتي بشوف ان شاء الله العروض اللي جايه لي. عندك كم عرض دلوقتي؟ عندي 3 4 بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله يعني 35 سنه او 36 سنه، وبسم الله ما شاء الله ما زالت العروض بتتوالى يعني. الحمد لله كابتن اسلام، بس في حاجه كان في مشكله، المدربين كانوا فاكرين الموضوع السن الاول قبل الكوره. الحمد لله واحد بيتعب واحد بيشقى، واحد عارف اللي ليه واللي عليه. يعني الحمد لله انا في الجيم كل يوم بتمرن مع مدرب بتاع جيم بتاع تغذيه، فانا محافظ على نفسي كويس جدا، فموضوع السن يعني حطه على جنب. انت شغال الحمد لله السنه دي يا كابتن اسلام، لاعب 33 ماتش من 34 ماتش الحمد لله، مبعمين 90 دقيقه، وكم جول كمان جايب 6 جوان وعامل 11 اسيست. لا يعني جوال ايه بقى؟ معلول الحمد لله 4 يعني معلول 12 حلواني، وانا الحمد لله بعديه يعني الحمد لله بفضل الله. فده يدل اللي انت يعني واقف على رجليك، ده يدل اللي انت فت الحمد لله 4 مين، ده يدل اللي انت بتذاكر، اللي انت شغلك الكوره. انا شغليتي الكوره يا كابتن اسلام، فموضوع السن انا راكنه على جنب خالص وبشتغل وبعمل اللي عليا. بسم الله ما شاء الله مش باين عليك يعني، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب زي ما انت يعني، من ساعه ما شفتك وانت ولد صغير يمكن الدقن بس. ما انا كابتن بحافظ على نفسي، انا بحب الكوره كابتن. في فرق بين انت بتلعب كوره، فرق بين بتشتغل كوره. انا بشتغل كوره كابتن. فطالما انت بتشتغل حاجه بتحبها كمان، بتشتغل حاجه بتحبها يعني. يعني لعيب الكوره ده لازم يكون بيحب الحاجه اللي هو بيحبها. بتشتغل كوره يعني لازم تبقى شغالها باسلوبها كلها، باكلها بشربها بتمرينها بالحاجات اللي ناقصه تعملها، بوزنك، بكل حاجه، بكل تفاصيلها يعني. عشان ربنا يكرمك، عشان ما توصل لسن معين ربنا يكرمك يعني. اسوان مره تانية، بتفتكر الهبوط ده هيؤثر عليه بشكل او باخر؟ احنا دايما متعودين على اسوان ينزل سنه يطلع اللي بعدها. هيطلع السنه الجايه ان شاء الله، عشان خاطر اسوان برضو في الصعيد، دوري الصعيد برضو في القسم الثاني مش بنفس القوه بتاعت القاهره او بنفس القوه بتاعت بحري. فبرضو اسوان في الصعيد يعني فرقه تقيله جدا طبعا. جدا، وهم جايبين لعيبه دلوقتي كويسه، عم تعادوا مع شويه لعيبه كويسين جدا في الصعيد. بس انا شايف ان السنه الجايه وباعوا الايام اللي فاتت دي 3 4 لعيبه برضو بفلوس كويسه، باعوا شبانه للزمالك، باعوا احمد الصغير للفاركو، باعوا كذا لعيب كده بفلوس كويسه. عمرو الحلواني لسه ان شاء الله باذن الله. بس انت مش هتكمل في اسوان؟ لا مش هكمل في اسوان. يعني خلاص ده قرار؟ لا قرار، مش هكمل في اسوان. وانا اتكلمت مع مجلس اداره، الناس محترمين جدا، فان شاء الله في اي حاجه تيجي ان شاء الله متفق على مبلغ معين كده ان شاء الله ندفعه وهمشي باذن الله. اروح الحته اللي ان شاء الله ربنا يوفقني فيها يعني. تقدر تتكلم ولا لسه شويه؟ لا في بس مش هينفع عشان في كذا حاجه، فمش كذا عايز حاجة. لسه بتختار حاجه يعني. في كذا حاجه كويسه جدا وحاجات محترمه جدا ومع مدربين كبار كلهم يعني. فلسه لم تقرر؟ لا لسه بنظبط. بنظبط الديل. ما هو لازم عشان تختار النادي يا كابتن اسلام، نشوف انت هتلعب ولا مش هتلعب. النادي اللي موجود ده، المدير الفني الكبير اللي معاك يعني عايزك قوي ولا لا، هتستفيد النادي ولا لا. انا رايح يا كابتن اسلام عايز العب. انت خلاص لسه عندك الشغف ده يا عمرو؟ يعني 35 سنه و36 سنه وعندك الشغف ده؟ عايز تلعب؟ طبعا هلعب واكسر الدنيا كمان. مش مقضيها فلوس يعني؟ مش فارقه معاك يعني؟ لا طبعا مهمه يعني الفلوس وكل حاجه، ولكن في النهايه انت عايز تلعب. عايز العب كوره. انا عايز العب كوره عشان بحب الكوره. فالسنه الجايه ان شاء الله الرحمن اروح النادي افيد النادي الاول، واحس ان انا هلعب يعني. السنه دي ان شاء الله عملت 11 اسيست، السنه الجايه اعمل 12 و13، والمشكله ان شاء الله طالما واقف على رجليك ما عندناش مشكله. كريستيانو رونالدو راح اقوى دوري في العالم كابتن.
وعنده 37 سنه أيوة. ما عندوش مشكله وعنده طموح يعني معنى كده ان انت ممكن عايز ارجع الاهلي تاني ده شرف ايه بقول لك النادي الوحيد اللي امضي فيه ببلاش وامشي ما عنديش مشكله خالص والعب وماليش دعوه باللي جنبي اللي جنبي بياخد ملايين ماليش دعوه انا ليه هدف للنادي ده كبير قوي بالنسبه لي يعني لو رحت علي معلول مثلا فانت هتلاقي علي بيلعب مش هتلعب علي معلول ده احسن باك ليفت في افريقيا بس ايه المشكله اتمرن واتعب ونشتغل مع بعض مفيش مشكله محمود خالص. وحيد طبعا كلهم لعيبه كبيره لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه لعيبه جامده جدا علي معلول براند انا شايف ان هو لعيب براند يعني فاهم بس تشتغل وتتعب مفيش مشكله خالص وتلعب بس كونك بتلعب او عمرو الحلواني في كل الانديه اللي انت لعبت فيها انديه اقل تاريخا يعني من النادي الاهلي مش اقل في حاجه ولكن اقل تاريخا يعني من النادي الاهلي فان انت تعمل الاسم ده وتظل محتفظ بهذا الاسم للفتره دي كلها اعتقد ده شيء صعب جدا جدا يا كابتن جدا جدا يا كابتن اسلام تعب انت حضرتك عشت التجربه دي حضرتك لعبت برضو سن كبير وشفت اللي ما تطلع بره النادي الاهلي ايه اللي بيحصل امكانيات كتير فرق كبير جدا 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 في كل حاجه فتعب بس انت لازم تبقى انت عايز انت اللي موجود انت اللي عايز انت قدامك هدف معين انت مش باصص لحاجه غير الهدف بتاعك انت عايز توصله يعني في اي نادي بقى في اي حته في اسوان بقى في الحرس في اي حته انت عايز ايه انت عايز توصل لايه بالظبط عايز توصل تبقى رقم واحد في مكانك عايز توصل لهدف معين عايز توصل تبقى الناس كلها تتكلم عليك كويس بايجابيات فهو ده اللي انا كنت بسعى على طول وبشتغل عليه الفاولات عمرو الحلواني يعني متخصص او يعني انت جايب 6 اهداف من فاولات جايب ضربه جزاء وخمس فاولات ماشي الحمد لله يعني لكن الفاولات كمان اصعب يعني قول ضربات الجزاء ماشي لكن الفاولات دي انت بتحطها بنفس الحته بنفس المكان بنفس الاتقان والناس عارفه انها حطها والناس عارفه انها حطها احنا لسه كنا بنشوف واحده فقلت لك صعبه قوي وانا عارف ان والحارس نفسه عارف انها حطها هنا ودخلت في موقف ماتش البنك اللي جبت جون في الدقيقه 95 اللعيبه بتاعت البنك لعيبه كبيره طبعا قالوا للجون خد بالك هيشوطها في الحته دي قال لهم على جثتي لو دخل الجون ودخل الجون في الدقيقه 95 ده برده يا كابتن سامي دول اللي انت عندك 35 سنه والدقيقه 95 والتركيز ده وتجيب جون بالطريقه دي طب الحمد لله 400 ده كرم من عند ربنا يعني اللي انت لسه واقف على رجليك لسه عايز انت بتشوط الفاولات دي من امتى يا عم؟ من زمان وانا صغير انا كنت انا وكابتن مجدي طلبه بننافس بعض على طول وانا صغير وانا عندي يعني طول عمرك على طول على طول انا والحمد لله هي موهبه يعني الحمد لله موهبه طول عمري يعني بس لازم يا كابتن تبقى تراها على طول على طول انا كل يوم في التمرين 10 15 كوره كل يوم في التمرين ضم اخبارها ايه؟ بشتغل في الجيم بسببها على طول الضمه الباكات تحديدا والناس مش اي حد يعرف المعلومه الضمه لا الضمه في الحاجات لازم دي لازم اقوي الضمه كويس جدا لازم اقوي الاماميه كويس جدا لازم اقوي الخلفيه كويس جدا فعلى طول في الجيم عشان توصل بالقوه اللي انا عايزها يعني فبتمرن عليها على طول وفي حاجه برضه كابتن الناس فاكره اللي هو زي ما حضرتك بتقول اللي هي هشوطها هنا بقى في الزاويه دي خالص انا كل كوره كل فاول على حسب معينه انا ببص انا اللي بكرر هشوف هشوطها هنا شوطها هنا الحيطه واقفه ازاي الطويل القصير جون واقف ازاي شوطها من بره هشوطها من جوه يعني ماتش لا هي بتوصل الاتقان ده ان انت شايف واحد في النص قصير فبتحطها من فوقيه احطها من بره يعني ماتش حضرتك لو جبت ماتش الجونه في الكاس في الكره اللي لفت من بره ودخلت دي انا حاططها كده عشان عارف ان الجون واقف بطريقه معينه ومتمرن عليها كذا حتى في التمرين انا كل هدف في التمرين ما اجيبش جون خالص يعني في التمرين ما اجي اتمرن عليها مش دماغي ان انا اجيب جون انا في دماغي ان انا اشوطها في حتت معينه توصل في حتت معينه كمان هنا يعني انا في التمرين مش في دماغي الجون اكتر من في دماغي اوصلها حاجات معينه انا عايزها يعني يعني انت بتحط هدف او نقطه وبشوط عليها بالظبط تيجي بقى يعني انا عايزها هنا مش مشكله جون عشان في الماتش تبقى اسهل في الماتش اسهل فاهم قصدي اما في التمرين صعب تفتكر افضل فاول عملته في حياتك في حياتي فاولات كتيره جدا بس اكتر فاول انا بحبه قوي السنه اللي فاتت مع المقصه حرس والمقصه كنت احتياطي كنا خسرنا 1-0 ده كان في اسكندريه افتكرت الجول فنزلت الفاول اول لما نزلت بخمس دقايق جالي فاول وده في الاخر كمان كان في الدقيقه نزلت في الدقيقه 75 كنا خسرنا 1-0 مع كابتن ايهاب جلال كان ماسك المقصه وكابتن حليم كان ماسك الحرس يعني كنا محتاجين الماتش ده باي طريقه يعني الحرس يعني تعادل كويس او نكسب يعني فنزلت اول لما نزلت خمس دقايق يعني جالي فاول بره 18 كده فحطيته كان محمد حمدي جون حطيته حلو قوي شال المقص بقيت زعلان زعل غير طبيعي بعديها بخمس دقايق جالي نفس الفاول ونفس الناحيه الثانيه لا نفس المنطقه برضه نفس الفاول ونفس كل حاجه حطيتها زيها في المقص برضه فكان فرحه بالنسبه لي اللي هو فاولين بنفس الاتقان وتيجي الحمد لله يعني تيجي جون تاني فده بيبقى مش يعني ده توفيق من ربنا قوي طبعا وده اتقان وده شغل مش صدفه يعني بتفضل تشتغل انت على الموضوع ده على طول على طول كابتن مجدي طلبه بالمناسبه من انه هو مثلك الاعلى يعني في المواضيع دي كابتن مجدي طلبه كان بيجيب الجوان من كرة
كورنرز. ما فكرتش؟ بس في التمرين بعملها، بس دلوقتي صعب. عشان دلوقتي صعبة. في القرارين دلوقتي خلاص الاجوان بقت عارفه وواقفين واحد في على العارضه، بقت صعبه يعني. بس ممكن من جنب الكورن ماشي، اوكي مفيش مشكله، عملتها قبل كده في ماتشات وديه وماتشات في التمرين، الحاجات اللي في التمرين الحاجات دي ممكن اعملها في التمرين والجوده. بس في الماتش الرسمي الناس بتبقى مركزه معايا دلوقتي، كاستسلام بقى العب دلوقتي فاولات ولا قرارين السنه دي، كميه الناس اللي مركزه معايا طبعا طبيعي. حتى طبعًا. الحكام دلوقتي تبقى الموضوع اصعب، اصعب جدا. حتى الحكام الحكام دلوقتي بقت تركز معايا حتى المنطقه، يعني مثلا في فاول بعد نص ملعب شويه يقول لي لا وهنا، اقول له طب ايه المشكله انت نص، يقول لي لا انت خطر بالنسبه لك انت والله العظيم. حتى اللعيبه اللي في اللي قدامي يقول لك لا انت ممكن تحطها في اي حته، العبها في مكانك، العبها في مكانك، ممكن تحطها يعني. صعبه في اي حته يعني. فالناس بقت تركز معايا بطريقه غير طبيعيه، فده برضه عايز شغل اكتر. اللي انت تبقى مركز اكتر، عشان دلوقتي كل الناس او كل الانديه جايه تلعب اسوان او تلعب الحرس، يقول لهم خلي بالكم عشان الكوره ثابته، خلي بالكم من القران، خلي بالكم من الحاجات الثابته كلها خطر يعني. فده برضه بيدل اللي هو اللعيب بيبقى واقف على الحيطه بيبقى مركز قوي، الجول نفسه بيبقى مركز قوي طبعا. فانت بتعمل مجهود زياده عن اي حد، لو اي حد غيري هيقف عادي ويشوط عادي، اما انا طول ما انا واقف لا الناس بتركز معايا بزياده، انا بلاحظها كتير يعني. فالحمد لله كريستيانو رونالدو والفاولات اللي بيعملها، ميسي بلا خلينا يعني طبعا انت اقرب بما انك بتلعب بشمالك مش اقرب ولا حاجه. لا بميسي يعني مسافه بعيده قوي. لا ده مسافه طبعا. لا ميسي يعني ده لا طبعا على ايه. ده ميسي وكريستيانو دول في حته ثانيه يعني. ميسي يعني انت انا بشوف ان انت بتعمل الحاجات دي يعني بتحاول تقرب منه. لا مش بحاول، هو في حته ثانيه يعني برضو. هو يعني في حته ممكن تانية بس هو يعني ها ريحته ريحته مثلا. لا ميسي وكريستيانو الاثنين بيعملوا حلو قوي. ميسي كان في مره في حوار بيقولوا له ايه احسن حاجه نفسك تعملها، قال لهم نفسي اوصل للفاولات اللي انا اعملها 10 من 10، انا بعملها 6 من 10. شوف الفاولات دي كلها بالفاولات دي كلها فماضي، شوف الطموح وشوف الفكره يا كابتن اسلام. قال لهم انا نفسي اعمل. انت وصلت لكام من 10؟ لا بالنسبه لميسي لا مش بالنسبه لنفسك. يعني والله ما عارف يا كابتن. يعني انت من 10 بتجيب كام؟ ما فكره حلوه على فكره. من 10 ممكن اجيب 4 يعني 5 مثلا، ممكن 5 ممكن 5 فعلا. نفس الكوره نفس الكوره في لو احنا بقى بنلعب في التمرين تحدي لا بركز تركز اكتر قوي بجيب يعني. الحمد لله رب العالمين يعني. هنكمل كلامنا، كلام ممتع مع عمرو الحلواني، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمرو لعبت شويه في اليونان طبعا. قد ايه؟ اربع سنين ونص. لا من احسن السنين اللي لعبت بيها كوره برضو في اليونان. كانت جميله ورحت برضو اليونان يا كابتن اسلام في عزها لما كانوا لسه واخدين اليورو، وكان اليونان حاجه كبيره جدا. 2008 2009 اعتقد كان ريفالدو اعتقد ساعتها بيلعب في الدوري اليوناني، ويايا توريه واسماء كبيره جدا. كل ده لعبت قدامهم، كل ده لعبت قدامهم فعلا طبعا. كانوا بيلعبوا في اولمبياكوس، كل ده لعبت قدامه يعني. رحت شهر 6 2006 وجيت شهر 6 2010 امبي. على امبي على طول. على امبي على طول. بس الاربع سنين ونص دول اعتقد استفدت منهم كتير جدا جدا جدا. لا برضو اوروبا برضو كابتن اسلام، انا رحت وانا صغير، انا عندي 20 سنه. لا اتعلمت برضو حاجات كتير، اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت برضو الثقافه هناك، وتبقى برضو كده كده انا اوريدي وانا في النادي الاهلي متعلم اللي انا لعيب بروفيشنال، عارف اللي هو اللي عليا ده ساعدني لما رحت اليونان، اللي انا برضو ما احتجتش عشان كده تطورت بسرعه معاهم بسرعه جدا وخدت عليهم بسرعه جدا. وايه اللي خلاك ترجع بقى؟ اللي خلاني ارجع والدي توفى في شهر 3 في 2010، فرجعت هنا فوالدتي قالت لي لازم تكون موجود معانا حتى الفتره دي. اصلا كنت عارف ان هم عايزينك يعني عايزين جدا. وكنت انا اصلا كابتن اسلام كنت مقرر ما ارجعش مصر اصلا يعني. كان ساعتها السنه دي والله العظيم كان عندي عرض في المانيا، نادي اسمه كوبلينز في المانيا، وخلاص كنت هخلص وكل حاجه تمام. بس بقى لما والدتي كلمتني ربنا يديها الصحه يا رب يعني، حاجه وفي جنب كتير جدا جدا جدا. وابويا ما تقدرش تقول لا طبعا طبعا يعني. الحاجه امي كده ربنا بيكرمك معايا جدا. لا امي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ربنا يخليها الصحه يا رب. فقالت لي عمرو لازم تكون موجود مع اخواتك، فانا يعني حسيت اللي هم متاثرين قوي يعني فاهم. فقلت خلاص انا خدت قرار ان انا هنزل يعني وخلاص، وهنزل مصر يعني. هتنزل ولعبت مع امبي. ولعبت مع امبي. كابتن علاء صادق بقى كان هو مدير مساعد مدير كان ناشئين مع كابتن محمد رمضان وانا صغير، فهو اللي مربيني. وكابتن ضياء السيد كان مدربي في الناشئين، فهم ماسكين في امبي ساعتها، كان معاهم مدرب بلغاري وهم كانوا ماسكين. فكابتن علاء كان مدير كوره فكلمني قال لي عمرو انا عايزك معانا في امبي وكده. فطبعا عارف الامبي برده فريق كبير منظومه يعني. اللي خلاني برده اوافق ساعتها انا مش عارف امبي كويس، كابتن علاء صادق. كابتن علاء صادق يعني عارف اللي هو برده فكره في كوره، راجل ملتزم يعني برده فكره النادي الاهلي يعني، عارف اللي واللي عليه. فوافقت على طول هو كابتن ضياء السيد بصراحه. قبل الحقيقه ما نسيب بس قصه اليونان، حد عامل لك رساله؟
مهمه جدا، احد المدربين اللي كانوا موجودين معاك في فتره في اليونان. خلينا نشوف هذه الرساله ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. ماشي. Yes, I remember Ram from Ethnikos Piraeus. He was one of the best player in my team, and of course he was maybe one of the best characters with a very good quality, and I believe that he continued his career now in Super League Offensive, and I wish to him the best. ميكيليس اعتقد مدير فني قعد معاك مدرب كبير، ده سنه تقريبا قعد معايا سنه، بس مدرب كبير يعني فكره في الكوره بصراحه عالي جدا، وكان من الناس اللي هو بتدعمني دايما وبيحب مصر، بيحب مصر قوي، وكان دايما بيتكلم معايا في الكوره ودايما كان بيطورني في الكوره، وده برده من الناس اللي كان بعد كل تمرينه يخلينا اتمرن على الفاولات والكوره الثابته والله على طول على طول. هو عارف اللي انا كنت موهوب في دي، فدايما كان بيمرن عليها وعلمني كتير. الراجل ده برضو اتعلمت منه كتير جدا جدا جدا. مدربين الهايله وانا بشكره جدا جدا يعني. طيب امبي بعد بقى محطه امبي قعدت قد ايه في امبي في الفتره دي؟ تسع سنين. تسع سنين انا ورامي صبري كنا كباتن فرقه اخر اربع سنين يعني. فتره طويله جدا. برضو انا قعدت في امبي، برضو امبي منظومه يا كابتن اسلام يعني. ما عندكش مشكله، ما عندكش مشكله خالص، ولا ماديه ولا معنويه ولا في التمرين ولا في اي حاجه خالص، انت كل حاجه متاحه ليك. فانا كنت مبسوط بصراحه في نادي انبي، ما عندناش اي مشكله خالص اللي انت تمشي من النادي. فخلاص فتسع سنين قعدت في نادي، تسع سنين مشيت عشان خاطر كابتن علي ماهر جه انبي. انت عايز تعرف مشيت ليه صح؟ هرجع لك طبعا. مشيت ليه؟ فكابتن علي ماهر مسكنا في انبي من سنتين كده، مسكنا ست شهور بالظبط. فجه اول لما جه كنت بلعب معاه ما فيش مشكله خالص، جه اخر ست سبع ماتشات كابتن سلام ما لعبتش، ما كنتش بلعب خالص. فانا مش عمرها ما حصلت لي في النادي، بقالي تسع سنين في النادي عمري في حياتي ما كنت قاعد احتياطي ولا بره خالص؟ كنت بقى باحتياطي وبره. فانا صعبه دي برضه، صعبه قوي. لا وانت كمان كابتن فرقه انا ورامي وفي لعيبه صغيره معاك، وانا كمان من الناس اللي ما بتكلمش خالص، وكمان لازم تحافظ على الفرقه، ما ينفعش اروح اتخانق مع مدير، مستحيل اتخانق مع مدير فني لا ما العبش ليه، او اروح اتكلم حتى معاه. فاللعيبه الصغيره مش شايفاك اللي انت ملتزم في كل حاجه، فعمري في حياتي ما كلمت، بس انا ببقى زعلان من جوه يعني. طبعا. ف يعني كنت بتمرن كويس جدا والله العظيم وكل حاجه، فالسنه خلصت قعدنا في الدوري. كنا بننافس على الهبوط يعني، كنا ماشيين وحش، فقعدنا في الدوري، كنا بنلعب المقاصه. تاني يوم الصبح على طول رحت لرئيس النادي استاذ زكريا السعيد. تاني يوم رحت له الشركه قلت له بص يا زكريا، النادي ده خيره عليا جامد جدا، وانا تسع سنين في النادي موجود اساسي بصفه اساسيه، مفيش ماتشين من تسع سنين طلعت بره سكور خالص يعني. انا يعني في تسع سنين مثلا قبل ما كابتن علاء يجي، قبل كابتن علي ماهر ما يجي مثلا، طلعت ماتشين في حياتي في التسع سنين كلهم، تسع سنين في حياتي ماتشين بس بره السكور في حياتي يعني. وبس فطلعت مع كابتن علي ست ماتشات ولا سبع ماتشات. فليه يعني؟ فما كنتش يعني مش عارف السبب يعني. فهو ليه وجهه نظر طبعا، مدرب كبير يعني ليه وجهه نظر طبعا تحترم، حر طبعا، هو حر طبعا. انا ما عنديش مشكله، انا لعيب محترف وما عنديش مشكله خالص يعني. فانا حسيت اللي هو يعني كابتن علي ممكن يكمل السنه اللي بعديها، فانا رحت قلت لاستاذ زكريا لا انا بحب الكوره وعايز العب، فلو كابتن علي موجود السنه الجايه انا بكل احترام وبادب، هو راجل مدرب كبير جدا والنادي ده نادي كبير جدا، فانا عايز اخد خطوه يعني اطلع بره النادي عشان العب واثبت للناس كلها واثبت لنفسي انا لعيب جامد يعني. لسه عايز العب وكل حاجه. فالذكرى بصراحه هو كابتن عبد الناصر محمد بصراحه تفهموا الموقف جدا جدا، والناس يعني بتحبني جدا وانا بقدرهم، فقالوا لي خلاص ماشي يا عمرو. حتى مشيت من غير فلوس، انا كنت لسه مجدد. كنت قالوا لي يا عمرو اللي انت عايزه اعمله بصراحه يعني، فمشوني وخدت كل مستحقاتي. ناس محترمه، نادي امبي الحقيقه مسؤولين في نادي امبي، ناس محترمه والله العظيم يا كابتن اسلام. كل حاجه خدتها اتصلوا بيا ورحت قعدت معاها وكل حاجه خدتها، وحتى كمان قالوا لي يا عمرو شوف النادي اللي انت عايز تروحه فين، احنا معاك من غير بيع وشراء عشان انت اديت النادي كتير يعني بصراحه يعني. فكابتن طارق العاشر كان ماسك خمس حدود، وكابتن طارق العاشر مسكني ثلاث مرات في انبي وعارفني، فانا عايز اروح يا كابتن اسلام اشتغل، عايز المكان اشتغل لا والعب. مش لسه انا في السنه دي اتعرض عليا ناديين ثلاثه برضو، بس المدربين انا ما اعرفهمش يعني، لسه هنروح نكتشف بعض لسه طريقه لعبي انا. اما كابتن طارق العاشر انا عارف هو اسلوب لعبه ايه، وانا هخش على طول من تاني يوم هشتغل على طول طريقته.
طريقته يعني. وكابتن طارق كمان كان طريقته بتعتمد على الكورات الثابته، الكروسات الكتير، الاوفرات، فكان بتمشي معايا كويس جدا. وكابتن طارق هو مدرب يعني، فكلمني كابتن طارق في التليفون قال لي عمرو انا عايزك معايا في حرس الحدود وعايزك تكون موجود. قلت له كابتن انا معاك، ورحت قعدت معاه في الفندق فعلا وخلصت كل حاجه. وكان على طول من تاني يوم على طول نزلت التمرين، قلت له ان شاء الله هعمل حاجه السنه دي، عايز اشتغل وعايزين نعمل حاجه جامده جدا. قال لي ان شاء الله انا واثق فيك وواثق في قدراتك، وان شاء الله تعمل موسم كويس ونعمل موسم كويس. الحمد لله اول اربع ماتشات اربع تجوان. الحمد لله 400. انا السنه اللي فاتت جايب 8 تجوان وعامل 7 اسيست، عامل موسم الحمد لله السنه اللي فاتت برده كويس جدا يعني. فاجوان الحمد لله. فطبعا بدات بقى يعني انا اقول للناس انا موجود، انا مش انا ما يعني انا ما لعبتش الست ماتشات اللي طلعتهم بره سكور دول، ده هو وجهه نظر مدير فني بقى. ما بنامش والله. ما بنامش. انت متعود طول عمرك بتلعب يا كابتن يعني، انت صغير في الناشئين بتلعب، متعود تلعب منتخبات، ما رحت اوروبا برده بتلعب، لما جيت انبي بتلعب، فالموضوع صعب قوي بالنسبه لي. وانا لسه قادر، ما انا لسه قادر يعني، انا ما كنتش قادر. ده دليل، ده اللي انت بتعمله ده الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله ده توفيق عند ربنا كابتن اسلام والله. فاخدت الريسك وخدت الباور وقلت وخليت على الله، وقلت يعني عندي الشخصيه اللي انا اشتغل واتعب وكده، وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني قوي يعني، اوسع كرم يعني. ولعبت مع كابتن طارق العشري. لعبت مع كابتن طارق العشري لغايه لما هو كنا ماشيين كويس قوي 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 لغايه الدور الاول. كابتن طارق جاله عرض في المصري مشي، كابتن حليم مسك بقى والكورونا جت، قعدنا حوالي اربع شهور ولا حاجه ما الدوري كله موقوف والبلد كلها موقوفه. رجعنا بقى في شهر 7 تقريبا الدور الثاني. الدور الثاني بقى يعني الحرس ما ظبطتش بقى، ما ظبطتش خالص عشان اللعيبه كانت كتيره بقى في كورونا والحكايه والروايه. رجع الكابتن طارق برضو اعتقد، رجع كابتن طارق بعد ما كابتن حليم برضو كان في سوء توفيق 7 ماتشات. كابتن طارق رجع حوالي 5 ماتشات ولا حاجه، بس هو برضو كابتن طارق لما رجع كابتن اسلام كان ماتش اسوان 3-2 3-2 صح؟ 3-2 صح. هو ده اللي في اسوان. لا كان هنا في العباسيه، كان هنا في العباسيه السنه اللي فاتت. بس هو كابتن طارق برضو لما جه كان كل 3 ايام ماتش، فهو حتى ما خدش رأي يعني، ما خدش حاجه. هو جه قعد شهر واحد في 5 ماتشات، فكسبنا ماتش وتعادلنا ماتشين وخسرنا ماتشين، فحس كابتن طارق حس ان الدنيا هتبقى صعبه جدا، فمشي. وكابتن حليم جه بقى كمل اخر ماتشين الزمالك والجونه يعني. فبس يعني. وبعد كده رحت اسوان. بعد كده رحت اسوان. جالي عروض السنه اللي فاتت، بس انا كنت عامل موسم كويس الحمد لله 400. المدربين كميه المدربين في الدوري، عمرو لاعب مميز وكل حاجه، بس سنه بالظبط 34 سنه كبير يعني. فانا حتى كنت يعني انا كنت زعلان، هي انت ليه في مصر مقيمين اللعيب بالسن؟ قيمه بالورقه وبالقلم يعني. يعني عملت كام ماتش السنه دي؟ لعبت كام ماتش 90 دقيقه؟ عملت كام اسيست؟ جبت كام جول؟ ده المفروض. لعبت 90 دقيقه ولا ما لعبتش 90 دقيقه؟ بتقدر تكمل الماتشات كلها ولا لا؟ السيزون كله عملت قد ايه؟ اصاباتك قد ايه؟ كل ده لازم يبقى. انا كان مانويل جوزيه مره وقعد معايا بعد ما مشيت من الاهلي، قال لي انت ما عشان انت كنت في الاخر ما بتلعبش وماتشاتك كتير وبتاع وبتتصاب كتير ومش عارف ايه. فانا رحت حرس الحدود برضو بالمناسبه ثلاث سنين، خدت 2 كاس وواحد دوري وواحد كاس سوبر في الفتره دي. فلما قعدت معاه بعد كده قال لي انا ما يعني مش متوقع. وانت عارف ان هو راجل دماغه كبيره جدا يعني مانويل جوزيه يعني. انت قعدت معاه اعتقد سنتين. قعدت سنتين، هو اللي طلعني الفريق الاول انا وحسام عاشور. طبعا يعني ده كانت حادثه كابتن اسلام. لما كنت في الناشئين انا وحسام عاشور، لما طلعنا احنا الاثنين فريق اول كان حادث في القطاع الناشئين. هو مستر مانويل جوزيه ما هو بيحبش الناشئين خالص، يوم طلع عمرو حلواني وحسام عاشور ده كانت حاجه يعني. وفعلا بصراحه وقف جنبنا جدا، واول ما طلعنا قال لنا انا باثق فيكم جدا وانا مقتنع بيكم، وما طلعش اي حد غير اللي يكون لعيب مميز ولعيب بيحب النادي، وانا شايفكم ان انتوا هتبقوا مستقبل النادي. هو راجل بصراحه راجل ساحر يعني بصراحه يعني. هنكمل كلامنا عن مانويل جوزيه وعن النادي الاهلي ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمرو برضو قبل بس ما اسالك عن مانويل والفتره اللي كنت فيها موجود مع مانويل، انت جبت جوان برجلك اليمين؟ جبت جون في المقصة السنة اللي فاتت، بس المقصة والحرس. جبت جون حلو برضه الحمد لله. والله ازاي مع ان انا عارف ان هي لا ما فيش، بس موجودة. هي من عند ربنا جات لي كده، قمت شايطها لقيتها جون، قلت طب الحمد لله من عند ربنا. من عند ربنا، من عند ربنا. ارجع تاني اخدك للفترة اللي كان فيها مانويل جوزيه مدير فني. يعني انت بتتكلم عن حسام عاشور، وهو واحد من الناس اللي ساعدت حسام عاشور جامد جدا ان هو يبقى موجود في الفرقة لغاية لما مشي من النادي الاهلي. ايه اللي حصل ايامك انت؟ مين اللي كان بيلعب في الوقت ده؟ انا مختلف، انا مختلف عن حسام عاشور. حسام البوزيشن بتاعه ما كانش فيه كتير، اللي هو الديفندر. كان هو وشوقي وحسن. كان هو وشوقي وكابتن نادي خشب.
كان كابتن كابتن هادي كان بيبطل كان كبر بقى فكان كابتن مستر مروان جوزيه كان بيحب حسام، طريقه لعب حسام برده السهل الممتنع، بيدافع كويس جدا والسهل الممتنع والباص لمسه الوان تاتش والتو تاتش. انا قصه ثانيه. كان مين بقى؟ كان في غلان. مين؟ كان جيلبرتو ومحمد عباب الله يرحمه. الله يرحمه. وكان ساعتها كابتن محمد عماره، ولما طلعت كان هو موجود واحمد ابو مسلم. اربع لعيبه وانا اصغر واحد فيهم. فخد فكانت العمليه صعبه. صعبه جدا. صعب. وكمان كابتن مستر مروان جوزيه كان بيلعب ب 3 4 3 يعني 3 4 3 فهو لعيب واحد بس هو اللي يبقى ناحيه الشمال، مفيش بقى باك وهاف زي دلوقتي مثلا ب 4 4 2 مثلا في باك وهاف، لا هو كان بيلعب ب 3 4 3 فمثلا كابتن سام هو ياخد الخط كله، جلبرتو ياخد الخط كله، فواحد بس من الاربعه او من الخمسه يلعب. فكان الموضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا. وكمان انت كان معاك جيل، يعني كنت بتمرن مع جيل تقيل قوي يا كابتن، تقيل لعيبه تقيل. انا اصلا مجرد ان انا انزل التمرين معاهم ده حلم بالنسبه لي يعني. طبعا يعني انت اتمرنت مع عماد النحاس مثلا؟ طبعا. عماد النحاس لما بتشوفه بقى هو كمدير فني للمقاولين وانت بتلعب بتحس بايه؟ يعني دايما كل ما بيشوفني يعني بقابله يقعد يقول لي خد بالك انت لعبت معايا، خد بالك انت لعبت معايا. كابتن عماد بصراحه يعني خدها واحده واحده. كابتن عماد عامل شغل كبير كبير قوي بصراحه. وخدها واحده واحده في اسوان، بدا في اسوان، بدا هو يعني اللي عمل خد بالك كابتن عماد تعب يعني خدها في اسوان وبعد كده مسك طنطا وبعد كده مسك الشرقيه وبعد كده راح المقاولين، كانت المقاولين بتنافس على الهبوط بقى له اربع سنين دلوقتي مع المقاولين عامل نتائج هايله بغض النظر عن السنه دي. ده طبيعي لما تبقى انت واصل لليفل او سنتين او ثلاث سنين مسك معاهم ثلاث سنين. لا وكمان كابتن عماد راح والفرقه كانت ماشيه وحش، ماشيه وحش، الدنيا اتعدلت السنه اللي فاتت، السنه دي الدنيا مش قوي جدا. بعد كده الموسم الثاني خد رابع دوري، والسنه دي كان برده بنفس الهبوط بس لحق نفسه في الاخر يعني. بس ده طبيعي يا كابتن اسلام، الفرقه اللي مش جماهيريه طبيعي لما توصل لاعلى. وبعدين ساب لعيبه كتير. طبعا. وطبيعي لما توصل لاعلى حاجه السنه اللي بعديها ممكن اللعيبه يبقى عندها ما عندهاش النشوه بتاعه اللي انا نافس، عشان انت ما وراكش مفيش جمهور. ايوه مفيش جمهور هيحاسبك يعني، مفيش ناس هتحاسبك. فاللي هو ايه وصلت لاعلى حاجه بالنسبه لي فده طبيعي. فانا برده شايف ان نادي المقاولين القرار اللي هو كابتن عماد يستمر ده قرار يعني حلو جدا جدا جدا. ليك ايام انت سافرت اليابان مع الفريق والفتره دي كانت فتره من الايام الحلوه، كنت دايما بتشوف بركات، بتشوف الجمعه، بتشوف شادي، بتشوف احمد السيد، بتشوف شوقي، بتشوف بتريكا كل الناس. ابو تريكا طبعاً. انا بتكلم على الجزء اللي ورا وبعد كده كنت هخش على قدام. ابو تريكا، فلافيو، شوقي، بقيه اللاعبين وجيلبرتو طبعا وكل الناس اللي موجوده طبعا. كل الناس اللي كانت موجوده تفتكر ايه بقى من المواقف اللي حصلت لك في الوقت؟ لا مواقف كتير قوي يا كابتن يعني. يعني على فكره كابتن انتوا زمان كنتوا بتحبوا بعض قوي. يعني انتوا من الناس اللي انتوا كنتوا بتحبوا بعض قوي وكنتوا كلكم قلبكم على قلب بعض. يعني مين نجم ما كانش موجوده في النادي الاهلي والله. انتوا النجم بالنسبه لكم كان هو النادي الاهلي. يعني انا كنت فاكر اللي مثلا بتبقوا كسبانين 2 3 كنتوا كلكم واقفين جنب بعض، اما بنبقى بنتعادل ولا حاجه كلكم بتبقوا زعلانين عشان جمهور. بتبقى كابتن التمرين بيبقى الساعه 9 انا كنت بلاقيكم الساعه 6 كلكم موجودين، وبعد التمرين ما بتروحوش بتقعدوا برده مع بعض. بتريكا صراحه كل الناس دي عشان كده النجاح جه من كده. الناس مش عارفه الحاجات اللي بره ال 90 دقيقه يعني. بره 90 دقيقه كان في نجاح وكان في حب ذات بطريقه غير طبيعيه وكل الناس كانت بتصاب بعض. انا دايما كنت اشوفك بركات كان بيلعب باك رايت برده ساعات في ماتشات. كنت انت لما يجي يلعب باك رايت وانت ما بتلعبش انت اول واحد بتروح تشجعه. دي علاقه مختلفه. اول واحد بتروح تشجعه ولما يبقى مثلا انت بره الماتش مصاب ولا حاجه هو بيلعب مكانك كنت انت تاني يوم بتروح تشجعه. لما انا لعبت فيه ماتشات لعبت والله العظيم يعني كان الله يرحمه كان يجي يشجعني. جيلبرتو نفسه كان يجي يقول لي جود يعني. لا كان في حاله حلوه كده بين اللعيبه بصراحه يعني. الفتره دي برده فتره بطولات كتيره جدا أوي. الفتره دي برده اللي احنا فيها حاليا هي فتره بطولات للنادي الاهلي. خساره الدوري للنادي الاهلي مع الفوز بخمس بطولات وثالث العالم كابتن ايه ده؟ برضو مشكله الناس هنا في مصر هم مش عارفين النادي الاهلي عمل انجاز. النادي الاهلي عمل سنه استثنائيه برضو يعني سنه استثنائيه طبعا. تبقى ست بطولات تاخد خمسه ما بتحصلش في العالم وبطولات تقيله ما تالت عالم برضو حاجه تقيله جدا. ما تاخد اتنين افريقيا في سبع شهور ثمان شهور حاجه تقيله جدا. لما تاخد كاس دوري وكاس سوبر واثنين افريقي وسوبر افريقي ادي خمسه وكاس العالم للانديه دي سته يعني انت بتتكلم برضو في بطولات تقيله قوي يا جماعه. لما تخسر بطوله ده طبيعي طبيعي. بس هي المشكله اللي هي بطوله الدوري اللي النادي الاهلي متعود عليها فده طبيعي. النادي الاهلي برضو لعب ماتشات كتير قوي، لعب حوالي حاجه و50 ماتش في سنه. مفيش نادي في العالم مفيش نادي في العالم في السنه بيلعب الرقم ده. فده طبيعي يا كابتن. المشكله بقى اللي احنا نبني على كده بس السنه الجايه ان شاء الله نبني على كده. والصفقات الجديده اللي جايه كلها صفقات على اعلى مستوى. السنة الجاية إن شاء الله ناخد كل حاجة.
باذن واحد احد. يعني انا واثق ان شاء الله السنه الجايه النادي الاهلي هياخد كل حاجه يا رب ان شاء الله. مؤخرا منتخبنا الوطني والمباراتين اللي لعبهم مع انجولا والجابون وكسب انجولا، تعادلنا مع الجابون، مشي كابتن حسام. على الجانب الاخر ليبيا كسبت الجابون في المباراه الاولى في ليبيا، وكسبت انجولا النهارده في انجولا في المباراه الثانيه. اول دوري، شايف أول المنتخب نعم بقت اول مجموعه، بقت اول مجموعه. فالمباراتين القادمتين هم اصعب مباراتين، اللي هم يوم 9 ويوم 12 في ليبيا وفي مصر. يعني ف شايف ازاي اداء المنتخب الفتره اللي فاتت، قرار اقاله الكابتن حسام البدري من وجهه نظرك؟ كابتن حسام بدري مدرب كبير جدا يعني، كابتن حسام بدري يعني محدش يقدر يقول حاجه خالص، هو راجل بس هو ما كانش موفق شويه، هو مدرب كبير طبعا واخد بطولات مع النادي الاهلي واتحط في الحاجات دي قبل كده، بس هو في المنتخب الماتشين اللي فاتوا او الماتشات اللي يعني مثلا كابتن هو لعب حوالي 8 ماتشات او 9 ماتشات تقريبا، 8 رسمي واحد ودي، تسع ماتشات ما خسرش ولا ماتش، ما خسرش بالورق وبالقلم، هو عمل نتائج هايله، بس الناس وهي بتتفرج على المنتخب مش حاسين بحاجه حلوه، مش حاسين يعني بمتعه هما بيتفرجوا، مش حاسين باللعيبه اللي هي موجوده في الانديه بتاعتها، اللي هي بتتالق في الانديه بتاعتها بتروح المنتخب بنفس الكواليتي، بنفس المتعه، بنفس الاحساس يعني. انا شايف ان هو ممكن يكون عشان تجمعات يعني مش كتيره مع بعض، كابتن حسام مش عارف برضو عايز ياخد وقت معين ساعتها. ايه الانسب للي جاي يا عمرو؟ انا شايف وجهه نظري انا الشخصيه مدرب مصري، مصري طبعا عشان هو المدرب المصري يعرف التفاصيل الصغيره بتاع اللعبه المصريه. بعدين يوم 9 ويوم 12 ده خلاص، ده المدرب المصري كابتن، اصل مدرب اجنبي هيجي هو مش عارف لسه، مش عارف ده مين وده مين، الناس هتقول له مع بال يكتشف ده كويس او وحش هنكون مشوار بعيد قوي طال. اما المدرب المصري هو جوه المطبخ عارف فلان ده بيلعب، فلان ما بيلعبش، ده جامد، ده تقيل في الماتشات التقيله، ده موجود في الماتشات اللي مش تقيله، ده مش موجود، فهو عارف لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك، هو حاضر جوه المطبخ، فلازم مدرب مصري ورجله في الملعب كمان. طبعا يعني رجله في الملعب، لازم يكون مدرب ورجله في الملعب يعني. الناس هل انت مع استمرار بركات ان هو يكون مدير منتخب؟ يعني لسه 50 50 لغايه دلوقتي يعني، ما حدش عارف، لكن بركات اعتقد ان دوره الاداري كان واضح جدا الحقيقه. يعني انا شايف الكابتن بركات بالعكس ده عمل حاجات هايله يعني، ما فيش حاجه حصلت طول ما هو ماسك في سنتين حاجه مثلا خارج عن نطاق، بالعكس كل حاجه منظمه وكل حاجه هايله. انا شايف الكابتن بركات بصراحه هو فاجئني انا شخصيا يعني دايما طول الوقت هو كان دمه خفيف وبيهرج. لا 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 شخصيه ثانيه خالص، شخصيه ثانيه خالص اداريا بصراحه، ناجح وبيروح قبل الماتشات بره وبيشوف اللي ليك واللي عليك، وهنا في انا قابلته شخصيا مرتين ثلاثه بصراحة. صراحة لا كان معاه ورق وبيذاكر، لا انا شايف الكابتن بركات بصراحة قايم على دور على المستوى الإداري على أعلى مستوى. يعني أنت مع المدرب المصري؟ مع المدرب المصري، مع المدرب المصري خلال عشان هو عارف التفاصيل الصغيرة بتاعت الدوري المصري حاليا، عشان ما فيش وقت. أصل خلاص ده بيني وبينك دلوقتي خلاص، أنت الماتشين ليبيا دول هم اللي هو اللي هيوصلك لما توصلش. فلازم مدرب ورجله موجودة كابتن إسلام كمان يعني. يعني أنت مش مع فنجادة مثلا إن هو مستر فنجادة مررني في المنتخب الأولمبي، مدرب هايل وفكره عالي كمان يعني، فكره كويس جدا، بس هو ما بيقولش كتير. طبعا طبعا فكره كويس جدا، مراني في المنتخب الاولمبي، راجل محترم وراجل جامد جدا، بس هو بقى له قد ايه في مصر؟ طب هو يعرف لعيبه الاهلي والزمالك؟ اربع ثلاث اربع يعرف كل اللعيبه، يعرف الدوري كله، يعرف اللعيبه اللي هي بتلعب في الانديه كلها، يعرف البوزيشنات، ما فيش. فلازم واحد يكون مصري وجوه المطبخ شغال في الدوري المصري، شغال عشان ولا الجهاز اللي معاه مثلا لو فنجان ولا هو اللي يساعد ولا طبعا. ما انا مدير فني، انا اللي بشوف، انا اللي باخد القرار، انا اللي باخد القرار، انا اللي بشوف، انا صاحب القرار. صح. فلازم يكون جوه المطبخ واخد قرار معاه طبعا مساعدينه، بس انا رقم واحد، انا اللي اقول ده يبقى موجود ده مش موجود كده يعني. اخيرا يا عمرو عايزك تبص للكاميرا وتوجه رساله لجمهور الاهلي. الحقيقه انا من الحلقات الممتعه بالنسبه لي، لانها حلقه بتعرفك الفرق ما بين ابناء النادي الاهلي الحقيقيين واي حد تاني. انا برضو هنا ما بتكلمش على حد عشان ما حدش ياخد كلامي يوديه حته تانية، انا بتكلم بشكل عام زي ما حضراتكم شفتوا عمرو الحلواني بيتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى يعني كل حاجه حلوه الحقيقه. الكلام اللي بيقوله ده عمرو انا متاكد ان هو طالع من قلبه، لانه ما بيمثلش، بيتكلم بمنتهى الوضوح، والراجل الحقيقه قال كلام كتير جدا جدا عن النادي الاهلي. فانا بالنسبه لي الحلقه دي من احلى الحلقات اللي الواحد عملها، لان بوجود عمرو الحقيقه اللي اتمنى له يعني، يا رب هو قال لي على حاجتين ثلاثه كده لكن مش هقدر اتكلم فيهم، لكن اتمنى لك يا عمرو كل التوفيق، ويا رب دايما تبقى متالق، ويا رب دايما نشوفك في احسن حال، وان شاء الله السنه الجايه تبقى يعني هداف الدوري
ان شاء الله ان شاء الله. بس ما تجيبش جول في الاخر. لا عمري. لا ان شاء الله. فانا عايزك تبص للكاميرا. اولا انا مبسوط جدا بالحلقه دي يا كابتن اسلام. شرف ليا قوي ان انا مع حضرتك والله يا كابتن. وشرف ليا ان انا موجود جوه قناه النادي الاهلي. حاجه كبيره جدا. انا بقول لجمهور النادي الاهلي يعني افتخر اللي انت بتشجع النادي الاهلي. افتخر اللي انت بتحب النادي الاهلي جدا. افتخر بالبطولات. افتخر بكل حاجه موجوده في النادي الاهلي. افتخر بتيشيرت النادي الاهلي. افتخر بتيشيرت الاحمر ده. دايما تقول النادي الاهلي هتبقى فخور اللي انت بتشجع النادي الاهلي وفخور ببطولاته ولسه في مزيد من البطولات. واقف جنب لعيبتك. واقف جنب لعيبتك الجديده والقديمه عشان السنين الجايه ان شاء الله هتبقى بتاعت النادي الاهلي باذن الله. انا بشكرك جدا يا عمرو واتمنى لك التوفيق في اي مكان تختاره لان انا عارف ان انت هتعمل موسم رائع كالعاده. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وشرفنا مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره حلقه مهمه ايضا في البيت الكبير. احنا بكره زي ما حضراتكم عارفين الساعه 10. شوف حضراتكم على خير وتصبحوا على الف الف خير.